مرحبا بكم مشاهدينا ومشاهدي جريده اسفي جولد اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن. اليوم احنا مع واحد نشاط خاص بمدينه اسفي من هنا من نادي التنس باسفي، والاشاره نادي التنس هو اعرق نادي بالمملكه المغربيه. هذا النادي اللي تدربوا فيه العديد من الابطال واللي كانوا فيه العديد من الابطال. يعني احنا اليوم من خلال هذا الفضاء غنعيشوا برفقتكم فعاليات مهرجان الخريف دورته الاولى اللي من تنظيم جمعيه احب اسفي، وكيتواجد اليوم في نادي التنس. بقاو معنا نشوفوا لاكتيفيتي، نشوفوا الاباء، نشوفوا المنظمين، ونتعرفوا على هذا المهرجان اكثر وعلى الاهداف ديالو اكثر. خليكم معنا ما تزابيوش. جمعيه اي لوف سافي بالعربيه احب اسافي، واحد الجمعيه اللي تضم مجموعه ديال الامهات الغيورين اول حاجه على المدينه، وامهات اللي باغيين يخدموا المدينه وباغيين الوليدات وليداتهم اول حاجه ووليدات المدينه كامله يبقاو يلقاو فين يخرجوا وفين يفوجوا. مع الاسف الاغلبيه تيتشكاو بانه في اسفي ما كاينينش بزاف ديال المرافق فين يخرجوا الوليدات. هذه كانت اول انيسياتيف درناها، زعما لقينا بزاف ديال العقبات بالنسبه للاولى، ولكن ان شاء الله كاينين الثانيه والثالثه والرابعه غادي يكونوا افضل. ما ناويينش نحبسوا هنايا، مازال غادي يكونوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي. بدينا بهذا مهرجان الخريف اللي ان شاء الله غادي نحاولوا انه يبقى يكون كل سنه، حيت جمعه انشاء الجمعيه لادات ديال انشاء الجمعيه. دونك ان شاء الله ديما غادي نبقاو نديروا الفيستيفال ديال لوتون، وغادي نحاولوا نبقاو نديروا في راس العام نبقاو نجيبوا الوليدات لو بير نويل وداك الشيء اللي تيشوفوه في التلفازه اللي تيشوفوه في مدن اخرى. حتى وليدات اسفي خاصهم يبقاو يعيشوه، وان شاء الله غادي نزيدوا نطوروا الجمعيه باش نبقاو نمشيو حتى لي زونفيرون ديال اسفي، نبقاو نديروا فيها حتى دي كارافان ديال ميديكال، نبقاو نداويو الوليدات، نديروا دي كارافان ديال الختانه. دونك ان شاء الله هذه هي البدايه ديال الجمعيه، والحمد لله لقينا بزاف بزاف ديال التشجيعات، وهاد التشجيعات ديال ساكنه اسفي هما اللي غادي يخليونا نزيدوا القدام ان شاء الله. استغربنا كان اقبال كثير، وكانوا بزاف ديال المدن القريبه، جاوا الناس من اليوسفيه، جاوا من مراكش، جاوا من التصويره، جاوا عندنا من كازا من الرباط. دونك الحمد لله كان اقبال من بزاف ديال المدن، وحنا الهدف ديالنا ان شاء الله هذا لو فيستيفال يولي دار كبير في المدينه، ويوليو يجيو ليه الناس من جميع انحاء المغرب ان شاء الله، باش او موان السميه ديال مدينه اسفي تبقى تسمع في المغرب كامل. السلام عليكم، معكم الباري حنان من الشركه المنظمه بالشراكه مع لاسوسياسيون اي لوف سافي. هذا المهرجان الخريف اللي حنا الهدف منه هو اننا نجمعوا هاد الوليدات ديال اسفي ويشوفوا حاجه جديده ويشوفوا التطور اللي تنشوفوا في المدينه الاخرين. الالعاب زوينه، ورشات جميله جدا، عندنا ناس كي اكسبوزيو معنا، اون اون انيمالغي في اسفي، اون واحد الورشات، كاينه واحد لاسوسياسيون الامين اللي هي حتى هي مكنات الناس ديالها اللي مسانداهم باش يبيعوا الاغذيه. وهاد كنشكر بزاف من هاد المنبر لاسوسياسيون اي لوف سافي اللي فتحت المجال بحال هاد ليزينيسياتيف يكونوا عندنا في اسفي. حنا بدينا من 3 سنين حتى ل 18 عام، وفيها حتى الوليدات الكبار، ما عندناش مشكل، عندنا الامهات هما غيلعبوا، الاباء غيلعبوا، كلشي غيشارك في هذا المهرجان. بيان سور هذه اول مره، وماشي كل عام، غيولوا 4 حتى 5 مرات في العام ان شاء الله غادي يكونوا بحال هذه البرامج اللي غادي نهضوا بهم بمدينه اسفي، اللي غادي نوروا لوليدات اسفي انه ما يحتاجش يخرج برا اسفي باش يلعب بحال هذه الالعاب ويشوف بحال هذه المهرجانات، انه كل شيء حنا غنديروا ليه هذه المهرجانات في المدينه ديالو، وهاد الاباء يلقاو فين يدوا وليداتهم مره ويلعبوا ويستانسوا هما وليداتهم باللعب.
مننا راسك؟ انا الباري حنان معك من شركه برين سكيلز اللي حتى انا مساهمه معهم في هذا البرنامج، انا الشركه المنظمه. كلمه اخيره للجمهور. تنشكر كل الاباء والامهات اللي جاوا لعنا، تنشكر اللي طاقوا فينا وجاوا وقفوا معنا لانه اول تنظيم لينا. كنشكر لاسوسياسيون اي لوف سافي لانه وقفات وقفه كبيره والبنات ضحاو بوقتهم، كلهم نساء عاملات وعندهم وليداتهم وعندهم ديورهم وضحاو بزاف بوقتهم وبصبرهم وكل شيء وجالسين تنظموا معنا هذا المهرجان. الانيسياتيف كان زوين بزاف 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 وتنشكركم تنتوما على القدوم ديالكم. واش كتشوفوا انكم نجحتوا في هذا المهرجان هذا؟ 200%. ها انت شوف دور الكاميرا وغتشوف واش نجحنا ولا لا. 200%. مساء الخير، احنا جينا باش نشاركوا في مهرجان اليوم ديال الخريف. احنا كنمثلوا مدرسه جي بي اس، اول مدرسه كدار هنايا في اسفي، واول كونسيبت ان شاء الله غادي يكون. نتمنوا تلتحقوا بينا والمزيد من المعلومات اجوا عندنا تستفسروا ان شاء الله. واخا شنو كانت المشاركه ديالكم اليوم انتم في هذا الكلام؟ احنا شاركنا في هذا المهرجان باش نشجعوا الوليدات وباش نحفزوهم وباش يشاركوا معنا في لي زاكتيفيتي اللي مقترحين حتى حنايا، وباش ان شاء الله يجيوا يلتحقوا معنا ان شاء الله في ليكول. انا لينا، عجبني الفيستيفال، جي سمع ماما وبابا، عجبني سكويد كيم وعجبني لو ماجيسيان. السلام عليكم، en tant que maman ديال des élèves de Genius Paradise School. D'ailleurs, on l'a remercié de nous avoir invité, d'avoir invité nos enfants pour assister à l'événement. Tabarakallah, l'école dit makatifkarlina fait les activités parascolaires des enfants, des événements comme ça pour le week-end, pour passer une journée familiale avec des activités créatives et on est content que ce soit à Safi. Et bonne continuation. From GPS, come join us. This is a new project-based learning school here in Safi. See ya! لأن كيف ما كتلاحظوا معنا حنا داخل مهرجان الخريف أول آسف، كيف ما كتلاحظوا أجواء رائعة، أجواء عائلية في المستوى، وكنتمناو باش بحال هاد الشيء عاود يتكرر مرة أخرى. بغينا يعني يوليو عندنا لي زاكتيفيتي بحال باش حتى الناس تلقى فين تجي والناس تلقى فين تخرج وليداتها، حتى لي باغون يجيو يوليو يشاركوا معنا في هاد الورشات اللي كنديرو. غير اللي بغيت نقول لكم بصيفتنا كشركه منظمه شركه برينسكيز، حنا اليوم فرحانين بهذا المولود الجديد اللي جا لاسفي، كما كنبغيو نشكروا الجمعيه المنظمه اللي هي جمعيه اي لوف اسفي، كما كنشكروا نادي التنس على هذا الاسباس وعلى هذا الفضاء اللي وفروا لنا. كذلك كنوجه واحد الشكر جزيل التكنيسيان الاخ مجيد، كل من ساهم في انشاء هذا الحفل، لان هذا الحفل كما كتلاحظوا معنا ناجح بكل المقاييس الحمد لله. كنوجهوا التحيه لكل من ساهم في انشاء هذا الحفل. الرساله ديالك الاخيره من بعيد وقارب، الرساله الاخيره ليا هي بغينا يوليو عندنا بحال هاد لي زاكتيفيتي ديما فهمتيني، باش حتى الوليدات يوليو يشوفوا شي حاجه زوينه وحتى لي باغون ديالهم يجيو ويلقاو وليداتهم فرحانين ويشوفوا وليداتهم في احسن صوره. وشكرا. بالنسبه للتوقيت مع اشكال مع اش غيسالي؟ بالنسبه للتوقيت بدينا مع 11 وغادي نساليو ان شاء الله مع 5. بالنسبه للبرنامج اللي عندنا لي جونغلوغ، عندنا واحد البروغرام سيرك في لي جونغلوغ، في لي كراشور دو فو، في لي زاكروبات، زائد لي ماسكوت لي كلون، عاد عندنا لي جو دو كيرميس، وعندنا الورشات لي ترافو مانييل. بالنسبه للاثمنه، بالنسبه للاثمنه كيف ما كتلاحظوا 100 درهم فيها الاب والابن ديالو، الاب والابن ديالو الى جا كيف ما طلعتوا راه غيدوز معنا النهار كامل. كاين لي بوب كورن، كاين البارابابا، كاين لي ساندويتش بالنسبه للوليدات، وهادشي اللي كاين. اخر اسم نسب خويا حيف هذا كبير، وصيف عندي واحد المعهد ديال البيتزا في اتلانتيك، وجيت هذا المهرجان الخريف ان شاء الله اللي يفرحنا ويفرح الدراري الصغار باش يتعرفوا على هذا الشيء ديال الحيوانات ديال الماكله ديالهم. ايوا الحمد لله الاستقبال كان مزيان في المناسبه. شنو نقول لك، كنشكر هاد الناس اللي هما
حنا اليوم قاموا بهذا المهم بهذه الامور ماشي سهله. وتنقول لك بالنسبه للمحل عندي انا داكشي ديال شنو بيتزا في اتلانتيك، مرحبا راه تصاور دخل انستغرام راه تشوف فيها كل شيء. بالنسبه للاجواء كانت مزيان الحمد لله، انت كتشوف شنو الاطفال كيلعبوا ناشطين، موسيقى مع الدخول المدرسي بدوا لهم شويه الريتم ثاني، هادشي اللي كاين. واخا هو الاقبال كان مزيان اخويا، كان كلشي مزيان الحمد لله. واخويا كنشكر اخويا هاد اسفي كود على هاد المصادفه اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.